السلام عليكم الحبيبات، السلام عليكم الزوينات، كيف صبحتوا؟ مزيان، كل شيء مزيان. اليوم غادي نشارك معكم واحد شوية دروتين، غير شوية، ماشي كل شيء، ولكن شوية نيرفيت شوية. في هذا الصباح شربت قهوتي، طلعت ندوش، الراجل ما بقى ما يدير، تعرفوا خصو عبد دابا شنو عبد يدير؟ عبد يدير الشغل اللي كندير انا. سنة ولو في هاد الايام اللي مسدود عليه ما بقى ما يدير، عبد يدير شغلي. انا صبنت دوك الريدويات ديال الشراجل هادو كتشوفوهم، كنت صبنتهم ومازال ما لصقتهمش. هي هذيك جا هوايا قال لك خلاني نستغل الفرصه، خلاني كندوش هبط اش عيدير، غادي يبدا يغسل لي الشارجام وغادي يبدا قال لك زعما يدير الشغل اللي كندير انا. واخا هادشي مشكل، الراجل يعاون مرتو مزيانه، هاد القضيه مزيانه. مي شنو دار؟ ولكن حنايا ما كنقدروش، ما كنقدروش الشغل ديال الشغل، هما كيعاونوا ولكن في الحقيقه الرجال راه شغلهم ماشي بحال شغل النساء، ما يمكنش يكون شغلهم مضبوط بحال شغل النساء. واخا نزلت لقيتو قلتي ما عجبنيش صراحه. انا البنات انا في واحد شويه الوسواس، ماشي نقول لكم وسوسه، ولكن شي شويه في واحد الوسواس. ما عجبنيش التاول ديالو، ما عجبنيش الطريقه اللي كيغسل لي بها الشرجم. شبر لي هادي وسخها، انا ما كنوسخهاش، انا كنسد الشرجم ديالي كنغسلو بهادي من على برا، نحكو انا دابا ملي غسلت وانا كنهضر معاك كنعاود لكم شنو وقع. اما انا داكشي راني درته ودرته باعصابي، كنت شويه منيرفيا لانه قلت له خرج عليا، هذا شغل العيالات ماشي شغل النساء. وجريت عليه، سديت عليا باب الكوزينه، راه تما كتشوف الباب الكوزينه هو مسدود، سديت عليه الباب الكوزينه وغسلت الشارجم ديالي، تولته كيف ما كان لانه خربق لي هذه ووسخها، خرجها لي في الغبره على برا. انا هذه ما كانش جابده، انا اللي جبتها. وعاد قلت له ما تعرفش، قلت له ما تعرفش، واخا نوريك ما تعرفش، هذا شغل العيالات، هذا شغل العيالات. لانه حنا غادي نشدو السطر ديالنا د الماء وغنعمروه بشويه د الرغوة. انا ما قدرتش ندير الرغوة، ما درت لا الرغوة لا حتى شي حاجه، لانه زرع النعناع غير جست تحت الشرجم، تحت الشرجم عندي واحد طريف ديال الجرده زرعه كامل بالنعناع، وكنزرع اللي بغيت فيه. دونك ما درت حتى شي برودوي، ما درت لا تيد لا جبل لا حتى شي حاجه، شديت غير الماء بقيت كنخوي وكنحك كنحك كنحك، وداك الشيء تحيد غير بالماء، والشيء حتى تحيد على اعصابي. وجبرت حيت هاد الرودويات وحيت هاد الشيء ولصقت فيه انايا، انا اللي صايبتهم، انا اللي خصني ندير الرودويات بطريقتي، انا اللي خصني ندير هاد الرودويات هادوما بطريقتي ماشي بطريقته هويا. هو لا علاقه ليه باش يدير لي معايا الديكور. المهم صوبت هذاك الشيء ومن دون نشوف لكم شي هذا الروتين. المهم البنات كيف ما شفتوا لي الماكينه، راه لي دخلت في الماكينه، راني دخلت في الماكينه. المهم جمعت الكوزينه على ديك الروينه اللي دار ليا السي مسيو عزتين، وهادو كنت دوزتهم هنا بيدي باش ما يبقاوش. ايوا وغادي نشارك معكم واحد الاكله. المهم انا جمعت رويتي، جمعت كل شيء، غادي نشارك معكم واحد الاكله. هادشي انا غادي نوريكم شنو غادي نوجد، غنرجع غير هادشي بلاصتو ونوريكم شنو غنوجد في الاكل ديالي. هانتوما كيف ما كتشوفوا لا فارين الزبده، الاكله غادي نشاركها معكم. شفتوا لي فامي، هو راه في اشكال وانواع، انا جو بريفير هذا ديال الزرع، شفتوا ديال الزرع حاجه مزيانه. معايا هنا الفرماج، معايا الفرماج، هانتوما معايا بقى ديال الزبده، غنخليو الزبده ديالنا تذوب. هانتوما غتشوفوا معايا عندي هو الفلاحس، معايا الزبدايا دابت البنات كاملين، دابا كيعرفو يديرو لي صوص بالبشاميل. غير غنوريكم الطريقة ديالي، جوج معلقات ديال الطحين ديال صوص البشاميل ديالي، الكوزة، تعرفو البنات الكوزة، يا كاينة الكوزة وكاينة لاكانيل، دونك
القرفه والكوزه نديرها. هذه ديالي كتجي هائله البنات. الملح عارف في يدي باش نعرف اش كنهز. نطيبو الطحين ديالنا مزيان بالزبده، يعني ما كتبقاش الكشكوشه مرغوه في هاد البيشاميل، الطحين كيبقى شي خرج البيشاميل الرغوه كتعني راه طاب. ايوا البنات هانتوما شوفو ملي كتبدا لاصوص ديالنا كتقال بحال هكا، خلوها طيب لاصوص ديالنا كتقال، كتزيدو علينا او تاني شويه ديال الحليب ومن بعد خلوها تقال في مره. هي لاصوص بيشاميل خصكم ما تحيدوش يدكم منها، هي كطيب وانتوما كتحركوا. لاصوص بيشاميل معروف على القضيه ديال ما نحيدوش يدينا منها. الفران ديالي راه مشعول البنات، اللي عندي خليكم في هذه الماكله. دابا انا دابا طابت كتبان لي طابت، هانتوما شوفوا كتبان طابت طابت لا كريم بيشاميل ديالنا كتبوق، شفتوها هي طابت. انا نطفي عليها وندوز ل دو هاد لو بامي. انا خديت ديال الزرع، هو هاد لا غوسيط اللي بغيتو ديرو في ديال الزرع ولا ديرو في هادو، ما غاديش نضيعهم البنات. هادشي كله عاد تكون حبيباتي باش ما نطولش عليكم الفيديو. هانتوما شفتوا البامي كنحيد له هاد الجناب، كنحيدو نقطعو وغادي نوريكم كيفاش كندير. وغادي حتى هو كاس قطع عطيتو يدير فيها باش تعطيو لوليداتكم حتى هما يعاونكم. شنو كدير ادم؟ ادم تشوفي كوا شكوك البامي وي شكوتش على كوت وي فيش نسلم الباقيين اللي ولا بابيين وغادي نسكر دور الساك قال لك خصو يقطع لو بامي بدات يقطع لو بامي. يا ما تنساوش البنات هانتوما راه عندي الفرماج مزيان، عندي الفرماج وعندي هذا نسيت باقي ندبزو لكم، هذا كنسميوه لحم جامبون وراه كاين في الحلال، انا راه كناخدو ديما عند القزار الحلال كيتباع هاد اللحيمه تاعنا هذا كيتباع، وكاين عندنا حتى في المغرب البنات راه كاين في كارفور وكاين في مرجان كاين هذا الحب باختو وفرماج غبيها وكتباه خديت 1000 سكان. وهذا البامي هو اللي قطع لي ولدي الله يرضي عليه، هادشي كله كندخلو في الطاوه ونعاونكم تابعوني. لاصوص بيشاميل ديالي ها هي موجوده، شفتوها كيف هي لاصوص بيشاميل، هي موجوده كنتسناها تبرد. هانتوما كيف ما كتشوفو معايا كنديرلو بهاد الطريقة ديالنا البامي، وكيف ما كنشدو هاد البامي كنكرصو بهاد الطريقة. الطاوة ديالنا شوفو الطاوة ديالنا كندهنوها طبعا بالزبدة كما كتشوفو الزبدة، ساهلة البنات هاد الطريقة. هانتوما كتشوفو من بعد كنجبو عليكم حتى فلوس البنات كيف ما شفتو معايا. انا مازال حيت هادو مكافينيش هادو ديال الزرع، غادي نزيد معاهم هاد لي بامي لي عادي وعادي. ثم تشوفوا معايا كناخذ لاصوص بيشاميل ديالي، انا
صوص بيشاميل ديالي انتما كتشوفوها واجده شفتوها. غادي نكمل على الطبق ديالي. انا البنات انا كنت بديت بهذاك لو بامي ديال كومبلي، ملي شفتو ما قادنيش كملت مع هذا اللي هو ماشي كومبلي، ماشي مشكل تيجي زوين حتى هويا. نكمل على نفس الطريقه الطبقه ديالي. الطبق الثاني وفيها جوج طبقات الاكله. انا كما ما شفتوا معايا كتاخذي هذه كتقطعوا بحال هكا الخبز ديالكم، اخرى ما بغاتش تقطع ليا كانت حافيه بدلت. الا عندكم هذه قطعوا بها، الا عندكم ديال الميكا تمام. كناخذ البامي انتما شفتوا بدو هاد الطريقه ديال الفرماج. كناخذ البيض البيض ديالي البنات راني ديجا غسلاه. كناخذو البيض ديالي نديرو بيضة هنا بحال دابا حنا بينا خمسة، سهلة سهلة يا البنات. هذا ساشونج الطريقة عندي أنا عجباتني، كنت نديرها مع البنات. الفران ديالي راه شاعل، هادو الناس اللي كيحمقوا على الفرماج راه بالنسبة ليهم أكلة هائلة. و حتى انا في الحقيقه انا حتى انا ما عنديش مع الفرماج، ولكن ملي كندير هذه الطريقه كناكل فيها واخا ما عنديش بزاف مع الفرماج. ماشي شي وحده اللي نقول لكم تري تري فان بور لو فرماج، شو با فان دو فرماج مي جيم بيان. هذه كتجي كروك مسيو بحال الشكل ديال لي كروك مسيو. انتما شفتوها شفتوها كيفاش جات، هانتوما الطاوة ديالها راه ما كتلصق ما والو. وردوا عليا في تحت لي كومونتير، وكنتمنى لكم ان شاء الله نشوفوا في فيديو اخر جديد ان شاء الله، وكنتمنى لكم التوفيق، كنتمنى لكم السعاده، وما تخرجوش سيرتو ما تخرجوش هنا ما كانت شي خرجه رسميه ضروريه ما تخرجوا. ابوني ابوني وبيزو تهلاو لي فراسكم ان شاء الله مره اخرى في فيديو جديد ان شاء الله، نجيبكم شي واخر عاوتاني ان شاء الله.